ثانيا كاين واحد السيده مشكوره شهيده جات قالت لنا الوضعيه اللي لقات فيها الجثه لقاتها ملويه في خنشه قالت باش بحال ديال القياطن لونه خضر الاشجار وصفاتهم وصفات صاحب الجريمه بشكل دقيق. وانا ما عندناش علاش تكذب علينا هاد السيده هادي تقول لك كيفاش لقيتها عندناش ناس جديده ما تبقاش من مصلحه عندها شي مربح عندها ما قتلات ما شافت حتى قال جو كيفاش لقيتها لقاتها ملويه في خنشه اش غنقول لك تقول لي مشى ولوا راسو بوحدو مشى تلاح تما وغطى راسو بالاشجار بالنسبه للخبره استاذ شكرا الى خبره الخبره اللي داروا على جوتا تشريح التشريح انا ما مقتنعش به بون كاين شي حوايج لا اي طب التشريح فاتنا لان اليوم ما بقاش النقاش حول ما كانش جبته دابا كلشي كيقول لك جبته كاينه بما فيه دفاع المتهمين والتشريح راه ما كيجاوبش على بزاف ديال الاسئله اذا سمحتوا خلوني غير نخلي هذه المعلومات والمرافعه ما بغيتش نعطيهم ولكن كاين التشريح ما بصدق ما واش عندك شك ما كيعطيش شي واش كنشك في الاجراء اللي دار ماشي كنشك في الاجراء الاجراء كما تم ما كيفيدش في شي حاجه ما عدا ان نتعرف على التهم بالله ايوا تشريح تقول لي اولا سبب الموت طبيعي الحال ما كيقولهاش مثلا اذا علاش درتي التشريح اذا ما تقوليش سبب الموت اذا نشك في الاجراء يعني كان الاجراء لا ماشي كنشك في الاجراء كنقول الاجراء ما كانش مكمول كان ناقص كنشكش فيه هو كاجراء بطلتش الخدمه كامله ناقصه ما القضيه اليوم والسابقه نعم من مال اللي بالك ديال القضيه توجه غادي لا التوجه هنا غادي راه الامور كتبان الحمد لله احنا دابا عرفنا بان الجثه كانت مربوطه في خنشه هادشي كيفسر دابا هاد علاش الولد في اعاده تمثيل الجريمه كيبان لك كيدير مارشاريير المهم كيمانوفري باش كيقاد الكفر مع البلاصه ديال هاد الجبل الخنشه ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام